السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من سلسلة تمارين دالة اللوغاريتم لبيري. إذا التمرين 6 يقول حل في R المعادلة ln x زائد الجذر مربع ديال ln x ناقص 2 تساوي 0. أول خطوة هي تحديد مجموعة تعريف المعادلة. إذا لتكون دي مجموعة تعريف المعادلة، إذا دي تساوي x تنتمي إلى R. إذا هنا كنديروا الشروط. إذا حنا عندنا الآلان، يعني دائما كنعرفوا ما بداخل الآلان خصو يكون موجب قطعا، يعني x أكبر قطعا من الصفر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، إذا عندنا الجذر مربع، إذا ما بداخل الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. إذا الآلان ديال x أكبر أو تساوي صفر. إذا هادو هما جوج الشروط اللي كاينين. إذا بالنسبة للآلان عندنا مترجحة، آلان x أكبر أو تساوي صفر، وحنا كنعرفوا بأن الآلان واحد راه هي صفر. إذا الآلان x أكبر من الآلان ديال واحد، يعني x أكبر من واحد. إذا مجموعة التعريف، إذا x كتنتمي ل R، x أكبر من صفر و x أكبر أو تساوي واحد. إذا x أكبر من صفر و x أكبر من واحد، يعني أن x أكبر أو تساوي واحد. إذا x أكبر أو تساوي واحد، إلا كانت x أكبر من واحد راه ديجا أكبر من صفر. إذا مجموعة التعريف كيمكن لينا نعبر عليها بمجال، هو المجال واحد، إذا المجال مغلق لأن أكبر أو تساوي، زائد لا نهاية. إذا لكل x من d المجال واحد زائد لنا لدينا. إذا هنا دابا غادي نحلو المعادلة. إذا حنا عندنا الجذر ديال ln x، يعني أن ln x راه أكبر أو يساوي صفر، وبالتالي راه ممكن ندير، ممكن يكون عندنا ln ديال x مربع، إذا راه كيساوي لنا ln ديال x. يعني هذه المعادله ممكن نكتبها على هذا الشكل، هذا الجذر ديال ln، دونك هذا التعبير الاول هو ln ديال x الكل اس 2 زائد ln ديال x ديال الجذر ناقص 2. اذا الهدف بطبيعه الحال هو ندير تغيير المتغير ونحاول نحل المعادله. اذا هنا ممكن نوضعوا الجذر ديال الالين اكس كتساوي لنا تي، اذا نضع تي تساوي جذر الالين اكس. اذا المعادله تصبح على هذا الشكل. اذا حنا عندنا الجذر ديال الالين اكس الكل اس 2، دونك هالمربع حتى يمكن لي كيكون الكل اس 2، اذا يساوي تي مربع زائد الجذر ديال الالين اكس هي تي ناقص 2 تساوي صفر، يعني معادلة من الدرجة الثانية. إذا كندير لها المميز لو ديسكريمينون دلتا، إذا دلتا يساوي ماذا؟ يساوي عندنا واحد، هنا عندنا واحد، إذا واحد مربع هي واحد ناقص أربعة في ناقص اثنان في واحد، إذا هي واحد زائد ثمانية، يعني هي العدد تسعة. إذا جذر دلتا كيساوي لنا الجذر ديال السعود، أي كيساوي لنا ثلاثة، وبالتالي المعادلة تقبل حلين لأن دلتا أكبر من صفر. إذا المعادلة تقبل حلين، إذا الحل الأول تي غادي تساوي لنا، إذا كتساوي ناقص بي، يعني ناقص واحد ناقص جذر دلتا اللي هو ثلاثة على جوج في أ، أي جوج في واحد اللي هي جوج، أو تساوي ناقص واحد زائد ثلاثة على جوج. إذا تي إما كتساوي هاد القيمة أو هاد القيمة. إذا تي تساوي ناقص واحد ناقص ثلاثة هي ناقص ربعة، ناقص ربعة على جوج ناقص اثنان، أو تي تساوي ناقص واحد زائد ثلاثة هي جوج، جوج على جوج واحد. حنا كنقلبو على إكس ماشي على تي، وبالتالي كنرجع لتي كتساوي لنا جذر إكس. إذا يعني أن
او التي كتساوي لنا الجذر ديال ال ان اكس. اذا الجذر ديال ال ان اكس راه اما كيساوي لنا 2 او الجذر ديال ال ان اكس كيساوي لنا 1. جذر اكس كيساوي لنا 2، ما يمكنش الجذر يساوي لنا عدد سالب، وبالتالي هنا غير ممكن. اذا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا فقط الجذر ديال ال ان اكس كيساوي لنا 1. اذا كيمكن لي ندير هادشي كامل، مربع كيساوي لنا هادشي مربع، الجذر ديال ال ان اكس مربع كيساوي لنا ال ان اكس، لان ال ان اكس راه موجب اكبر او يساوي 0، اذا يساوي لنا 1. والواحد شنو هي؟ هي الالين ديال او، الين ديال او، الين او كيساوي 1. اذا اكس يساوي او. باش تكون حل خصها تنتمي للدي، لان حنا عندنا لكل اكس من دي مجموعه التعريف. اذا او راه تقريبا كتساوي لنا 2 فاصله شي حاجه، وبالتالي راها اكبر من 1، اذا تنتمي الى دي. اذا اكس تنتمي الى دي، وبالتالي مجموعة الحلول هو العدد او. طيب الحل هنا كيمكن لي نتاكد من الحل بتعويض او في المعادله. اذا كنعوضو اكس ب او، فهنا الا عوضنا شنو غادي يجينا؟ غادي يجينا الالين ديال او اللي هي 1، زائد الجذر ديال الالين او. اذا الجذر ديال الالين او اي الجذر ديال 1 زائد 1 ناقص 2. إذا 1 زائد 1 2، 2 ناقص 2 0، وبالتالي النتيجة صحيحة.